الفيديو. فيديو اليوم راح اتكلم لكم عن موقع اسمه نيوشيك. نيوشيك هو موقع بيقدم ملابس، كمان شغلات للبيت او شغلات لديكور البيت، للمطبخ، لكل شيء، يعني كل شيء ممكن تلاقوه بهذا الموقع. راح اخلي لكم هون صوره حتى تعرفوا شوي عن شو بتكلم. انا اول مره اطلب طلبيه من هذا الموقع، حبيت اخذ شوي من كل شيء حتى اشوف الكواليتي. شكل البوكس بيوصل هيك. انا وصلوني على طلبيتين رغم اني دفعت لطلبيه واحده وبس الحلو انه وصلوني بنفس الوقت. كمان شغله انه وصلوني اقل من اسبوع، هذا الشيء عجبني كثير، انه ما بحب انتظر كثير لما يكون عندي طلبيه. فراح نفتح الكيس مع بعض ونشوف شو اخترت، وكمان راح اعطيكم راي صريح بالمنتجات، يعني اذا عجبوني او لا راح اخبركم بكل صراحه عن رايي الصريح. فخلونا نفتح الكيس بسرعه. اول طلبيه هذه بتذكرها منيح، كانت عجبتني كثير. كمان بدي اقول لكم شغله، انه لازم تاخذوا دائما مقاس اكبر من مقاسكم الاصلي. انا فحت البيجامه، هذه عباره عن بيجامه، اخذتها بمقاس لارج، يعني اكبر من مقاسي بكثير، انه بحب انه البيجامه بتكون هيك واسعه علي، ما تكون كثير ضيقه. عجبني انه كل منتج عاملينه بكيس هيك لحاله. اول شيء التوب كثير حلو، نوعيه التوب كثير حلوه، شكلها كثير حلو. تجيب قطعتين، القطعه الاولى والقطعه الثانيه هي بنطلون. عجبوني تفاصيل البنطلون هون، كتير حلو، يعني صراحة بتبين أحلى من الصورة بكتير، ما توقعت تكون حلوة هيك. أول قطعة عجبتني كتير، بنصحكم فيها كتير. كمان بشوف إنه مناسبة جدا للكريسماس، بظن إنه المقاس كمان حلو. هذه ثانية قطعة، عبارة عن فستان. عجبني لانه حبيت البسه بالخريف، بس هلا ما راح البسه هلا اكيد. هذه ثاني قطعه اشوفها من هالموقع، وبظن انه عجبتني كثير جوده الملابس عندهم، عن جد عن جد كثير حلوه، ما بتبين رخيصه ابدا. هذه كمان لونها بالموقع ببين افتح شوي، بس اللون بالحقيقه هو هذا اللون اللي عم تشوفوه، كثير حلو وافضل من الصوره بكثير، عجبتني كثير، ظن اني رح البسها كثير لانه عن جد عن جد عجبتني. كمان مقاسها ممتاز جدا. يعني كتير بحب يكون عندي حقيبة بس ما عندي، شكلها أصغر من اللي توقعت بس كتير حلوة، ممكن تحملوها هيك. فيها جيوب كتيرة هون، في كمان في جيب. بتذكر إنه طلبت حقيبتين. هذه صراحة عجبتني أكثر من الأولى، شكلها كثير حلو عن جد، حلوة كثير. هذه كان يعني احترت بين هذا اللون واللون البني، بس بالأخير اخترت الأسود إنه بيتماشى مع كل شيء تقريبا. بس
أظن إنه رح أرجع أخذ البنية كمان. تفاصيل الحقيبة والجودة تبعها كتير حلوة كمان. أكثر شيء لاحظته بهالموقع للآن هو إنه جودة الملابس عندهم والشنط كتير حلوة عن جد. أظن إنه هذه رح تكون حقيبتي المفضلة من الآن. إذا عجبتكم كمان الحقيبة رح أترك لكم صندوق الوصف روابط كل هالمنتجات يلي ذكرتها بالفيديو. بظن انه رح تكون مناسبة ومريحة جدا كمان. هي قطنية من الداخل يعني دافية كتير بتدفي فعجبتني كتير. الكواليتي تبعها كتير حلوة كمان. لما بلبسها بتطلع كتير حلوة يعني المقاس مناسب جدا جدا. كنت خايفة كتير انه تطلع صغيرة او البنطلون يكون صغير شوي علي بس لا كتير مناسب المقاس. هذه اخذتها بمقاس كتير كبير مقاسين اكبر من مقاسي. بالعادة بلبس أصغر مقاس بس هلا أخذت مقاسين أكبر من مقاسي. هلا رح أوريكم آخر قطعة أخذتها من الموقع. هذه آخر قطعة أخذتها من الموقع. هذه عبارة عن غشاء للسرير. اخترت هذا اللون بيحتوي على الغشاء للسرير وكمان الغشاء للمخدات وكتير كبيرة. غشاء المخدات كتير كبير. اللون كتير حلو كمان. قطعة القماش كتير 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 حلوة. نتكلمت عن جودة القماش أكثر من مرة بالفيديو بس عن جد قطعات القماش كتير حلوة والجودة تبع الملابس بصفة عامة كتير حلوة وعجبتني. إنه صراحة ما كنت متوقعة الجودة تكون هيك حلوة لهالدرجة. لهيك بحكي عن الجودة كتير. محترت بين اللون الأبيض وهاللون بس بالأخير اخترت هذا اللون. يعني كنت مفكرة إنه بس رح أجرب فقلت رح أجرب إذا طلع الحلو أوكي ما طلع حلو ما في مشكلة. بس عن جد طلع أحلى من اللي توقعته.